يعني الفصائل الإرهابية المتحكمة أو المتسلطة في عفرين تعمل ما بوسعها لإفراغ هذه المنطقة، لإفراغ البيوت ودور السكن والاستيلاء على ما تحتوي هذه الدور. إضافة إلى ذلك بين بعضهم يعني هناك اشتباكات بينية للسيطرة على أكبر كمية ممكنة من الممتلكات العادة للمواطنين، تتقاتل فيما بينها يوميا، هناك صراعات، هناك إطلاق نار بشكل دائم، هناك إرهاب السكان. يعني بالمختصر السكان الذين يعيشون تحت شراب الدولة التركية لم تكفي تلك الحراب، بدأوا الآن يعني يقاسون أو يعانون من الاشتباكات بينية بين تلك الفصائل. يعني تلك الفصائل بمختصر القول أقول تجردوا من كل إنسانيتهم، تجردوا من وطنيتهم، تجردوا من كل ما يمد الإنسان بصلة. بدأ همهم الوحيد استحواذ أو أكبر كمية ممكنة من الأموال. طيب أستاذ سليمان، يعني ما هو الدور الذي تقوم به الآن المنظمات الحقوقية أمام هذه العمليات والانتهاكات المستمرة في عفرين؟ الحقيقة المنظمات الإنسانية أنا أعتبرها بالنسبة لعفرين منظمات مشلولة. سبب الشلل هو يعني أرجع سبب الدولة التركية التي تمنع تسرب أي نبأ، يعني تمنع دخول أي وسيلة إعلامية معادية لها أو ممكن تكشف الوجه الأسود لهذه الفصائل. ولذلك تركيا لا تسمح لأي وسيلة إعلامية خارج سيطرتها إلى هذه المنطقة. على العكس من ذلك هي خاصة وكالة أنباء أناضول تنشر الأخبار من عفرين وكأن عفرين كانت نار وهم حولوها إلى جنة. ولذلك المنظمات الإنسانية تأخذ الأخبار من وكالة أنباء الأناضول. كلنا نتمنى أن تضغط هذه المنظمات على الدولة التركية لتسمح بدخول وسائل الإعلام عسى أن تنقل هذه الوسائل المحادية بعض الحقائق التي تجري على أرض الواقع. إذا المنظمات كما ذكرتم هذه المنظمات أنا أعتبرها مشلولة لأن بعيدة كل البعد عن ما يجري على الأرض. أشكرك جزيل الشكر سليمان جعفر، رئيس المجلس التشريعي في إقليم عفرين، كنت معنا مباشرة من الشهباء.